راح نطير إلى باريس حيث تشارك دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للصناعة في معرض سيال باريس الدولي للغذاء، والذي يعد من أهم وأضخم المعارض العالمية في مجال المنتوجات الغذائية. وضم جناح الكويت بالمعرض مشاركة 9 شركات محلية مختصة تسعى نحو تسويق منتجاتها وتشكيل شراكة عالمية. المزيد في سياق تقريرنا الآتي. انطلقت في باريس فعاليات معرض سيال الدولي للمنتجات الغذائية، وتشارك دولة الكويت في جناح خاص من أجل رفع قيمة الابتكار والتصدير وتسويق المنتجات الكويتية إلى العالم، تحت رعاية هيئة الصناعة الكويتية بحضور كل من السيد محمد العجمي نائب المدير العام لتنمية الصادرات الصناعية، والسيد حمد الزعبي مدير إدارة الترويج والفرص التصديرية، ورئيسة قسم المعارض والأنشطة الترويجية السيدة لينا الموسى. تعرفين أن جميع دول العالم وخصوصا أوروبا فيها من يرجعون الأصول أصلا عربية، وأيضا الأوروبي نفسه يحب المنتجات الشرقية. احنا عندنا كاستمرز في فرنسا وعندنا زباين هنا، يعني تمنينا نكون قراب منهم ونشوف لنا فرصة أفضل في فرنسا والدول الأوروبية. وتضمن جناح الكويت عددا كبيرا من الشركات الكويتية المشاركة، والتي قبلت دعوة هيئة الصناعة للمشاركة في فرنسا لهذه السنة. ويعتبر هذا المعرض من أهم المعارض الغذائية في العالم، ويقام كل سنتين مرة في مدينة مختلفة، وهذه السنة وقع الاختيار على العاصمة الفرنسية باريس. خطط تسويقية احنا لدينا كثيرة، والإخوان والزملاء عندنا في إدارة التسويق تعمل ليل نهار في التسويق، سواء في السوشيال ميديا او في التلفزيونات والصحف وغيرها. احنا اللي خلانا ني قلنا، لان احنا لو تشوفون الباكيتات ان فيها كل لغات العالم، فاحنا من الاساس حاطين ببالنا ان نتوسع وندش اوروبا واي مكان، يعني اذا سمح لنا المجال. ويعتبر هذا المعرض محطة مهمة لالتقاء أبرز المتخصصين والفاعلين في مجال الغذاء وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المنتجات والنماذج والابتكارات في مجال الصناعات الغذائية. احنا نحدد الجهات اللي نتجه لها باستشارة القطاع الخاص، وين يفضلون يكونون متواجدين وين يفضلون يروجون منتجاتهم، نقدم لهم كل السبل والدعم المناسبة في ترويج المنتج الكويتي. وتحظى المنتجات الكويتية بإقبال وانتشار واسعين على الصعيدين الخليجي والعربي، ومن أهم خطط الشركات الكويتية مستقبلا هي إدخال المنتجات الكويتية للسوق العالمية. يستمر المعرض حتى يوم الخميس 25 من أكتوبر الجاري. معرض سيال هو نقطة التقاء الثقافات والمواد الغذائية العربية والعالمية، فما تفرقه السياسة يجمعه الطعام. كانت معكم فرح الهاشم، تلفزيون دولة الكويت، باريس.